مشاهدينا، الركن التربوي اللي بيعنا بالابداع، ابداع الطفوله، ابداع الاطفال من خلال حياتهم. حلقتنا لليوم بالركن التربوي رح نخصه بالحديث عن مبادره ابداع الطفوله اللي عنيت بتعليم الاطفال كيفيه التعامل مع الاشغال اليدويه في المدرسه وفي مدرسه الفارابي بالخصوص. هلا مشاهدينا رح نرحب بضيوفنا لنتعرف اكثر على هيدا الزاويه وهيدي المبادره. رح يكون معنا هادي قجراوي، رئيس فريق أرض القرمز التطوعي، كمان رح يكون معنا الأستاذ هادم علا، مدير العلاقات العامة لهذا الفريق. يسعد صباحك أستاذ هادي. أهلا، يسعد صباحك قنجراوي. يسعد صباحك أستاذ هادي معلا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم معنا لليوم. بداية خلونا نتعرف على فكرة أرض القرمز التطوعي. هلا بالنهاية كل إنسان ابن البيئة اللي هو عايش فيها، ومن خلال نحن مثلا اختلاطنا كأعضاء فريق بشكل عام مع البيئة اللي نحن عايشين فيها، فمثل ما بنعرف كلنا نتيجة الأزمة اللي صارت في بلدنا هي في صار في تراجع بالفكر الثقافي والفكر بشكل عام. نعم. فمن هون نشأت فكرة فريق أرض القرمز. تعزيز اللي هي الهدف الأساسي هو تعليمي تربوي. ويسعى للنهضة يعني بالفكر والثقافة في المجتمع. حلو. إن شاء الله. فالفريق هو نشأت فكرته من هالمبدأ، والتسمية اجت من التسمية الحلوة التسمية الجميلة. نعم. هو يمكن شوي بتشابه قناة أوجريت يعني. نعم. من المنطقة اللي نشأ فيها الفريق هي منطقة رأس الشمرة مسرخو، هالمنطقة يعني. حلو. هي اللي تابعة لآثار أوجريت يعني. حلو. وأرض القرمز اللون القرمزي هو أول من أطلق هذا اللون هو الحضارة الأوجريتية. حلو. أطلقوا هذا اللون على الطائر العنقاء، واللي بيعتقدوا هن بالاسطوره الاوغريتيه انه بينتفض من تحت الرماد، فاطلقوا هذا اللون. اضافه انه اللون القرمزي هو لون دم الشهداء، يعني الشهداء اللي نحن لولاهم اليوم ما كنا موجودين. وهذا اللي خلاكم تحملوا هيدا الاسم اللي بده يعمل انتفاضه بالثقافه. ان شاء الله، ممكن ان شاء الله هو نهضه ثقافيه يعني. هذا الهدف الاساسي ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ هادي، هلا كونك انت المدير العام لهذا الفريق، بنحكي شوي عن الفئات المشاركه بهذا، الفئات الشابه او الفئات العمريه الشابه المشاركه بهذا الفريق. كيف انتم اخترتوا هذا الاعضاء اللي يكونوا موجودين بالفريق، وشو الاستفاده اللي عم تقدموها من خلال هذا الفريق؟ نحن بشكل عام اعضاء الفريق ككل هن طلاب جامعيين وخريجين، حتى في عنا أساتذة جامعيين بكلية التربية هن اللي عم يساعدونا بعملنا مع الأطفال. الانتقاء عم يكون كل واحد باختصاصه، مثلا عنا ممكن نشاطات فنية رياضية ثقافية، فكل واحد منشوف الأهلية بشو هو مميز بالمكان المميز. تمام. ونحن مقسمين الفريق لعدة أقسام. حلو. عنا مثلا مجلس الإدارة مثل العلاقات العامة، لأنه بيتفرع منا رئيس أنشطة. رئيس الأنشطة هو معني بالنشاطات الثقافية التربوية الرياضية. فعم نحاول قدر الإمكان نعمل امتداد لفريقنا على مستوى المنطقة لإنه، وإن شاء الله لقدام ممكن نتوسع. إذا فينا نحكي عنها شوي. هي كانت من ضمن الفعالية. فالفعالية هي بتعنى بالإبداع الطفولي. فكنا عم نركز على نساعد الطفل بالتنسيق بين العقل واليدين، يعني الفكرة اللي هو يبدع فيها يطبقها على الورقة لكن كورقة. فأحد الأساتذة طلب من الأطفال أنه أعطوني شيء فكرة عن التعاون، فطلبوا ورقة وقلم بدهم يرسموا، جبنا لهم ألوان وورق. فأحد الأطفال رسم زهرة، طلبنا منه انه يدافع عن فكرته، يعني انت ليش شو بتمثل الزهره كفكره تعاونيه؟ قام قال انه عندما بيجتمع النحل لحتى يجني الرحيق ويحولوا العسل، فهيدي فكره من احد افكار. قديه مخيله الطفل كان مبدع. فنحن هذا الشيء بحفزنا على انه نسلط الضوء على الاطفال لانه كثير شيء مميز. عم نشوف كمان بالصور حماس الاطفال، اندفاعهم بتطبيق هاي الانشطه. خلينا نحكي شوي عن نوعيه الانشطه اللي حبيتوا انكم تطبقوها خلال هيدي المبادره. هلا في مجموعه من الانشطه، كان لانه نحن قسمنا المراحل من الاول، من الصف الاول الى الصف السادس. الاول والثاني اعتبرناهم مرحله عمريه، ما الثالث والرابع مرحله عمريه، والخامس والسادس مرحله عمريه. فكانت الخامس والسادس هن الانضج يعني، كانوا انضج. فتفاعل حتى الثالث والرابع كان علمناهم على شيء اسمه اعاده التدوير،
يعني كان من مخلفات المنازل مثلا يصنعوا بعض الاشياء. شفنا الان هون اشغال كانت عم تلزق اشغال هلا مثلا دمية. علموهم كيف يعملوا الحقيب شو بسموه مقلمه من مخلفات المنزل مثلا مثل علب الشامبو القناني المي يعني مثلا البلاستيك. فانه انت كيف ممكن تستخدم نستفاد من اي شيء استخدم مخيلتك طبعا صحيح. طبعا استخدم طفل مخيلته ليحول الامور اللي هي بالنهايه نفايات الى شيء يستفاد منه. شو هيدا الرسم الجميل للطفل؟ فالاطفال مثلا رسموا بهي الرسمه اللي واضحه على الصوره انه من انخراطنا برحم هالواقع اللي احنا فيه. فالأطفال حبوا يمثلوا جنود الجيش العربي السوري بواسهم كيف عم يتعاونوا لدحر الإرهابيين. هي أحد الأفكار اللي كانت عن التعاون يعني حتى تشاركية لكذا طفل عم نشوفها بنفس اللوحة. يعني قد إيه بيعطيهم هيدا التشارك الدعم والقوة الداخلية حتى ينطلقوا بمشروع واحد إذا بدنا نقول لقدام. طبعا هذا من أهم الأفكار إنه أنت بالنهاية كمجموعة أطفال بدهم يتعاونوا لينهضوا. فنحن اليوم سلطنا الضوء كان في أعمال فردية وأعمال جماعية. فهي الفكرة كانت عم تحكي عن التعاون. فوجب انه يكون الاطفال عم يتعاونوا اثناء رسمه بالاضافه لحتى ينقلوا الصوره انه هم عم يرسموا شيء تعاوني بالاضافه لتعاون مع بعض برسم هالشيء الكامل الفكره حلو. الكامل هلا بس بنشوف كثير من الاطفال انه عندهم خجل عندهم ابداع داخلي. ولكن قد ايه الاساليب مهمه لنطلع هذا الابداع من الاطفال؟ قد ايه انتم بتنحصر عندكم او الثقل عندكم انتم قد ايه مهم انه نطلع هذا الخبرات من عند اطفالنا؟ بتلاقوا صعوبة انتو بهذا الشيء؟ هلا طبعا طبعا اول خاصة الطفل لانه هو حدا حساس بده يتعامل بطريقة كتير أكاديمية ومتأني طبعا. هلا في بعض الاطفال كان في بالبداية خجل يعني نحن الوقت اللي طلبنا منهم يدافعوا عن اي فكرة عم يقوموا فيها هو بده يقوم يوقف امام زملائه ويحكي مثلا انا هيك فكرتي ويشرح لهم انا ليش رسمت مثلا زهرة. قوة شخصية طبعا هو هون انت اول مرة مثلا خافوا وتاني مرة صار في قوة شخصية وصار في قدرة على المناقشة بشكل اكبر. حلو. وهذا مثلا انت للمستقبل ان شاء الله بيكون بيأسس لاجيال قادرة على طبعا طبعا حلو. وما عندها سياسة إقصائية يعني هي بالنهاية شو بتناقش وممكن تستفاد من الخطأ ومن الصواب. بتدفع للمنافسة ربما كمان بنفس الوقت لما بيشوف شغل رفقاته وبيشوف هو أنه عنده هاي الميزات الأكبر إنما عنده الخجل فهيدا بيدفعه أنه يتجاوز هيدا الخجل ويوصل للشيء اللي بده اياه. تحفيز من زملائه اكيد. هلا رح نتابع معكم نحن بس في معنا تقرير لزميلتنا مي إسماعيل عن المبادرة اللي قمتوا فيها. رح نروح معه ونرجع نتابع سوا مشوارنا الصباحي. مرحبا. اهلا. شو اسمك؟ علا. علا شو مشتغله انت هون؟ مقلمه. كيف عملتيها؟ بقنيه قصيناها بالنص وجبنا ورقه غلفناها وبعدين عملنا لها عيون ويتم ولزقناها. انت اللون اخترتيه ولا حدا ساعدك فيه؟ لا انا اخترته. بتحبي الازرق؟ ليه؟ بحبه يعني لون سماوي، بحب اللون السماوي. كيف عملتيها؟ بعلبه شامبو. مين علمك؟ الانسه. طب انت ليش عم تجي لهون؟ عشان اتعلم. وين ساكنه قريب؟ ايه بساتين دي مسرخه. طيب انت هي اول مره بتحضري هيك نشاط بالعطله الانتصافيه؟ لا سجلت من قبل. حلو مبسوطه؟ ايه. برافو عليك يا بطله. مرحبا. ليه؟ كيفك؟ شو اسمك؟ شهاب. شهاب شو في بايدك شغله انت عامله بالنشاط؟ ايه هيدا ورده. كيف عملتها للورده؟ ايه عملتها من هيدا من شلت الحديد من الورق الملون. الأنسة عملتها قدامكم ولا أنتوا بس سمعتوا وتفرجتوا عليها وجربتوا؟ هي صارت تعملها قدامنا ونحن صرنا نعمل كل خطوة. شو هدول اللي بإيدك؟ مقلمة ووردة. كيف أنت مبسوط بهذا الشغل اللي عم تعمله؟ إيه. عم تعلم إخواتك هيك شغل ولا بتجيبهم معك لهون؟ لا أختي جابتني لأنه أختي أكبر منها. طيب أنت يا حبيت هذا النشاط بالعطلة الانتصافية؟ إيه. أول مرة بتجي؟ إيه. رح تجي السنة الجاية؟ ليش نقيتي هذا اللون؟ لانه اللون طبيعه. حلو. طيب شو هاي الرسمه اللي عملتيها على المقلمه؟ ايه وش فرجيها لعمو. شو هي الرسمه؟ وش. مبسوطه بالجاي لهون؟ ايه. جبتي رفقاتك معك واخواتك؟ ايه. رح تجي كل سنه؟ ام يوسف شو مشتغل انت هون؟ فرجينا بايدك شو هذا النشاط. محفظه. طيب فرجيها للكاميرا ارفع شوي. ايوه يا بطل. طيب كيف انت اخترت التصميم؟ علمتنا الانسه.
والالوان هي انت نقيتها؟ ايه. مبسوط بالجاي لهون؟ ايه. كل سنه رح تجي؟ ايه. اول مره بتجي ما؟ طيب هلا انا شايفه في عندك رسمات كمان، احكي لي عنهم للرسمات. توم وجيري. ايه. الجيش العربي السوري. طيب هدول الرسمات مين قال لك عنهم؟ لحالك رسمتهم؟ ايه. الانسة ساعدتك بشي؟ لا. احكي لي كيف عملتها؟ اول شيء حطينا سيخ سيخ بعضهم ولفينا هون ورقه وحطينا فوق الاشغال. والالوان الانسه بتساعدك فيهم ولا انت لحالك هيك بتحب؟ انا لحالي هيك بحب. واي صف انت؟ ثالث. مفهوم التطوع قد ايه بيعني لك؟ هلا لما بدك ترجعي بفكره التطوع من زمان كانت حاجه لكل انسان، او بدك تدرسي بالفلسفه عن التطوع، اذا انت بدك تنجح بحياتك المفروض تعمل عمل تطوعي على القليل عمل كل شهر. طبعا يعني انا من انا وصغيره بتمنى لهذا الشغل كان يكون عندنا هون، والحمد لله يعني مشي مع لما صرت بالجامعه. يعني هلا انت عم تنسقي بين هذا الشغل هالاسبوع وبين امتحاناتك الجامعيه؟ ذكرت لك انه هو حاجه، لما بيكون حاجه بيكون دافع لحتى أكمل شغلي بالجامعة. من لما كنت أنا صغير كان عندنا طلاء البعث واتحاد شبيبة الثورة ساعدوني كتير لحتى أوصل لهون. هاي من ناحيتي أنا، لأنه هني كانوا المنظمات المشرفة وقت أنا كنت بالمدرسة. بعدين لما دخلت على كلية الهندسة المعمارية، هي كلية كتير عملية وكتير اجتماعية وفيها نشاطات كتير. هني طبعا علمونا في مادة الورش، رسم النظري، الألوان. طبعا نحن هدول كلهم عكسناها على الأولاد وعلمناهم إياها مثل ما تعلمنا ضمن الكلية. طبعا هون ضمن المشرفين كانوا معنا في مشرفين إرشاد نفسي، في من كلية التربية إنه، وفي كمان معنا من كلية الهندسة المعمارية، وفي من كلية الفنون الجميلة، وكمان معنا طلاب طب كلهم اجوا لحتى يساعدوا هدول الأطفال. نور، شو أنت مشاركتك بهي اللوحة؟ رسم التفاح والشجر. كيف قسمتوا الشغل؟ على أي أساس؟ مشان نتعاون، أنه كل واحد أخذ رسمته. محمد، أنت شو القسم اللي عم ترسمه؟ رسمت الأرانب هون، الزهور، ورسمت البحيرة. شو عنوان لوحتكم؟ تعاون. قدي أنتوا متعاونين مع بعض؟ كتير. شو رأيك أنت بموضوع التعاون؟ أنسى كتير حلو، لأنه نحن تعاوننا لحتى رسمناها، لو ما تعاوننا واحد ما كان رح يقدر يرسمها لحاله. رسمت الفلاحين كيف عم يتعاونوا بقطف التفاح، ورسمت السمك. مين علمك الرسم؟ ما حدا. في حالك ترسمي؟ ايه. طيب لما بتاخدي انت رأي رفقاتك بتردي عليهم تسمعي منهم؟ ايه. مشان تنجحوا ما؟ ايه طبعا. بدنا نشكر زميلتنا مي اسماعيل على هيدا التقرير، انه غطت هيدي المبادره، وكثير مهم انه نغطي هيدي المبادره لانه بالنهايه بالفائده بتعود لاطفالنا، ومن خلالهم اكيد ديارنا رح تعمر. هلا بنعلق شوي على هيدا التقرير وهيدي، وشفنا كيف اندفاع الاطفال بهيدا انه لا بدهم يتعلموا، وعم بيتعلموا شيء من خيلتهم. يعني قد ايه واسع خيال الطفل، قد ايه انتم رضيانين بهيدي المبادره هذه وهذه؟ هلا كانوا الأطفال كتير سعيدين. نحنا كانت الدورة لمدى 7 أيام بالعطلة الانتصافية لمدة ساعتين باليوم. فأول يوم كان تعارف للطلبة مع بعض، وهن أولاد الحي تقريبا، فمدة ساعتين مثل ما عم بحكي لك، فتزيد للأربع خمس ساعات باليوم. الطلبة ما بقى بدهم يطلعوا مبسوطين. حلو. فاجا لعندي احد الطالب، طالب صف خامس، فعم يقول لي استاذ انه انا ما بدي بقوا على المدرسه، اذا لا دائما بتضل دوري عندكم. فنحن كثير مبسوطين فيها. قد ايه انتم انبسطتوا بهذا الحكي انه عملكم مبادرتكم جابت نتيجه؟ هلا مثل ما بتعرفوا انه الاطفال اللي قلنا هن اولاد الغد مثل ما بنحكي، فكثير بيسعدنا هالشيء انه الطفل يكون سعيد عم يتعلم، عم نقدم له شيء لينهض ان شاء الله. ان شاء الله. كمان مثل ما شفنا بالتقرير، المتطوعين اللي عم يشتغلوا على هيدي المبادره هن فعلا بالاضافه للمحبه اللي عم يمتلكوها هن عم بيقدموا وقت كبير من وقتهم. كيف عم تقدروا انتم كمتطوعين توافقوا بين وقتكم بالعمل وبين الدراسه اللي انتم عم تشتغلوا عليها بحياتكم العمليه؟ هلا الفريق بينقسم بين خريجين وفيه طلاب جامعيين. يعني غالب الفريق هو طلاب جامعيين مثل ما حكى من كافه الاختصاصات. تمام. يعني تقسيم الوقت هلا مثلا بالنسبه لتنظيم هي الدوره اللي كان
فنحن في عنا طلاب تعليم جامعي مثلا موازي أو عام، وفي طلاب تعليم مفتوح. فأغلب اللي قاموا بهالدورة طلاب تعليم مفتوح امتحاناتهم بالشهور القادمة. أها. وعندهم وقت أفضل من التعليم. إضافة شارك بعض الطلاب اللي كان عندهم امتحانات، ولكن من إنه التفاعل مع الطفل بيخلي الواحد يصير مثل ما حكت مريم زربة، حكت إنه صار حاجة، يعني هي اليوم ما بقى فينا يعني الامتحان عنده هو الأطفال. حلو. يعني ممكن أثر شوي بجزء على دراسة بعض الأشخاص، ولكن التعامل مع الأطفال يعني في بيعطي. هلا هو السهل الممتنع، هلا إذا دخلت على قلب الطفل فينك إنه تعمل معه أي شيء، ولكن بطريقة إيجابية. يعني هو الحدا الحساس، بس إذا حب بحب من كل قلبه. تمام. كان في تأثر كبير بنهاية الدورة، يعني يعني الهدف فينا نقول من هذه الدورة كان هدفها تربوي، تعليم الأطفال على كيفية التعامل مع عن الأعمال اللي قمتوا فيها، عن خلال من خلال أعمالهم هنين كانوا يقدموا شيء، ولكن بطريقة فطرية مثلا مخيلة الطفل تنصب على هذه الورقة من خلال هذه. بنحكي شوي عن الأعمال اللي قمتوها أنتوا. نحن الهدف يعني هو بداية أن هو مخيلة الطفل بتكون بسيطة، نحن عم نسعى لتنمية مخيلة الطفل. يعني نحن اليوم اشتغلنا بعض الأعمال البسيطة، ولكن في بعض الطلاب نحن مثل اجتباء بتصير، انه الاشخاص اللي ممكن كانوا متميزين بنجتبيهم بدورات رح تكون كل سبت. رح تكون كل سبت رح تستمروا بضمن العمل. هلا عم يتم دراسة منهجية كاملة لهالاطفال. والاشخاص اللي كان عندهم ضعف بالتخيل او بالفكر رح يتم تنمية هالهي لحتى يلتحقوا برفاقهم اللي يجتبوا. يعني في تفاوت بالقدرات والمخيلات من الطفل. طبعا. استاذ هادي معلق، كمان قمت بمجموعه من الفعاليات مثل معرض تصوير ضوئي، كمان في قمت بفعاليه تكريم ابناء الشهداء الاوائل بالشهاده الثانويه. قديش هيدا قدم كمان شيء لكم انتم بالاضافه للفعاليه اللي قمتوا فيها من اهميه؟ هو الحمد لله نحن صار لنا فترة تقريبا شهرين، من 27/10 بلشنا بشكل رسمي على ارض الواقع مثل ما بيقولوا. فالحمد لله كان من بعدها في فعاليات امتدادة، مثل تاني يوم كان عندنا مثل ما عم تذكري معرض ضوئي بتخلله منحوتات. بعد فترة مثلا عملنا فعالية لعصر الليمون على مستوى الحمضيات، كمان رح نحكي عنه لأنه إله كتير كمان هذه الفعالية اللي أخذ منكم هلأ بجوز حيز شوي مختلف. الحمد لله مثل ما نحن نكون الحمد لله نشاطاتنا أكيدة بالارتكاز على الأطفال والأنشطة الباقية مثل المنطقة مثل عم يحكي عصير الليمون والامتدادات لإلها. ونحن حاطين هيك خطة لسنة العمل اللي إنه نقومه بشكل منظم بالفريق إن شاء الله. فعالية الليمون خلينا نحكي عنها أكثر، الحمضيات، الفائدة منها، كيف طريقة تطبيقها، خلينا نتوسع فيها شوي. فعالية الليمون هو إنتاج الساحل، إنتاج محلي. نعم. وبهالأزمة شوي هيك عم يكون، فعم نحاول إذا تشتري أنت 7 كيلات ليمون ما بتجيب، هو عصير ليمون طبيعي كله فائدة، ما بيضاهي عصير طبيعي عادي. فعم نحاول إنه نقوي يكون الاستهلاك لإلها أكثر، استهلاك محلي كونه شوي هيك مغيبة، خاصة هاي ساحلنا. هو بالنسبة للفعالية بالذات كان اسمها شجرة البرتقال إرث وطن. فنحن مثلا صار في فترة العالم ضعف اهتمامها بشجرة البرتقال نتيجة المحصول، انه ما كان في ايرادات كبيرة للناس طبعا نتيجة تعرف انت الاوضاع الحالية بالبلد، يعني التسويق له كان صعب. التسويق صعب، فنحن حاولنا نقدم عصير البرتقال على دوار هارون. كانت الفعالية قدمنا عصير البرتقال مع بوستر صغير بيحكي عن فوائد عصير البرتقال. يعني احيانا في شغلات الاطفال فيها، ما الاطفال حتى كل العالم، كل العالم نحفز على الاستهلاك المحلي. حلو. كان في مثلا انه مثلا عصير البرتقال اول شيء سعره كثير مقبول، يعني اضافه انه غناه بالفيتامين سي وغناه بالمواد المفيده للاكسده في الجسم. احيانا كثير شغلات بتكون قدامنا بس ما بنكون منتبهين عليها، فنحن حاولنا بس نذكر الناس انه هالمنتج موجود يعني وبيوفر عنا، ونحن مشهورين بي يعني الحمضيات هو منتجنا فبدنا نحافظ عليه يعني ان شاء الله. اكيد أهمية العمل التطوعي، أنتم كشباب هلا عندكم هاي المبادرة التطوعية، أهمية هذا العمل التطوعي وكيف توجهوا أنتم غيركم من الشباب لحتى يتجهوا باتجاه هذا العمل اللي فعلا هو بيكون له فعالية في المستقبل وبنفس الوقت هو تطوعي؟ هلا العمل التطوعي مجالاته واسعة جدا جدا جدا،
يعني، وما بيحتاج انا برأيي يعني نحن كاشخاص قمنا بهالعمل يعني ما بيحتاج اكثر من نصف ساعه باليوم، ما بظن في شاب مننا الا وقادر يفضي ولو اقله نصف ساعه في اليوم طبعا. والعمل التطوعي الخيري بشكل عام يعني ما بيقتصر والله على الاطفال، ممكن انت اليوم رجال كبير انت تساعده، ممكن زياره لاهالي الشهداء، ممكن موقف انت ممكن يولد موقف عندك موقف، هو موقف تطوعي طبعا بيعمل صحيح. اثر كثير كبير صحيح. مثلا اليوم في عندنا كثير من المهجرين مثلا اذا من كلنا طلاب جامعيين يعني اي طالب جامعه قادر يعلم من الصف الاول للصف السادس، فاذا نعم. قدم هالنوع من المساعده بعتقد انه كل انسان لازم يبادر لهالامر. هلا هذا بما انه تفضل وهذه استاذ هذا القنجراوي حكى عن انه اهميه التطوع، هلا كيف لازم انه نروج هيدي الكلمه؟ اكيد لازم يكون الى مثلا اساليبها، لازم يكون الى مثلا لتكون محببه عند الناس. هلا في كثير من الناس عندهم اوقات فراغ ولكن ما بيحبزوا هيدي انه الفكره، كيف لازم نشجع الناس على فكره او ثقافه التطوع؟ الثقافة لازم تكون ضمنية أول شيء، وفكرة أنه الواحد يعرف بالفريق التطوعي مثل ما بتعرفي في فرق كتيرة، أنه نحن ممكن على المستوى التعليمي في ناس على مستوى أطفال التوحد أي أهداف تانية، فممكن أول شيء نروج لفكرة الفرق التطوعية بالعمل الميداني اللي عم يكون على الأرض حلو. الواقع ممكن بالإعلام على صفحات الفيسبوك التواصل الاجتماعي أكثر شيء هي بتعمل إعلان، وكيف الكل فريق شو إنتاجه شو الشيء اللي عم يأديه اللي عم يطلع معه الإنتاجية، وتحب الناس. هلا مثل الناس مثل ما حكينا بتحب ممكن أطفال التوحد، هلا في عنا صبية بالفريق هي معنا بالفريق وبتشتغل كمان بفريق تاني مع أطفال التوحد مثلا، عندها كتير ألبام. أنا مثل ما ذكر هادي أنه ممكن نص ساعة باليوم تعمل إغناء كتير، فمنحاول بهذا الموضوع. هلا برأيك الميداني هو أفضل من مثلا شبكات التواصل الاجتماعي؟ يعني بتكون محفزة أكثر لكثير من الأشخاص، بده يكون في تساوي. تمام. يعني الموضوع اليوم الإعلامي والموضوع العمل على الأرض بدهم يكونوا على نفس السوية لحتى الواحد يقدم هالأمر بشكل كتير كبير ومين. حلو حلو. مثل مبادرتكم إبداع طفولي، هلا مثل ما حكيت حضرتك بالإضافة للمبادرات الثانية هي كانت ضمن نطاق محلي، هلا لقدام ممكن إنكم تتوسعوا على مستوى المحافظة بمناطق أخرى، وممكن نحكي إنه في توسع أفكار لتوسع خارج المحافظة؟ إيه طبعا طبعا. هلا هو الأساس هو نسعى لنهضة فكرية بكافة المحافظة. تمام. يعني نحن اليوم مثلا قراءة كتاب بالأسبوع على مدار على مدة عام بيعمل إغناء للشخص بشكل كتير كبير، ففي فكرة عم تندرس أنه بين أعضاء الفريق كل أسبوع يكلف شخصين بقراءة كتاب وشرحه على الآخرين، فهذا منه أنا بنمي مقدرة القراءة بالنسبة لي، ومنه بكون غنيت الأشخاص بأقل وقت، فهذا الشيء رح يتعمم بشكل أكبر. وإضافة لهيك هلا نحن عم ندعو من كافة الأماكن للأشخاص أنه يتطوعوا يعني بالفريق مشان نغطي الأماكن الأكبر، لأن بالنهاية كل إنسان أدرى بالمجتمع اللي بيعيش المحيط فيه. نعم. طبعاً. بس هيدا الموضوع أكيد بده شبكات تواصل، بما أنه أنتوا بكافة المحافظات اللي راح تعملوها، بس قدي راح تلاقوا صعوبة مثلاً؟ هلا بالنهاية أي شيء ببلش صغير وبيكبر. تماماً. هلا نحن عندكم إيمان بفكرتكم، عندكم إيمان بالتطوع اللي الذهني والجسدي اللي لتقدموا أكيد بالنهاية الخير، ليصب الخير على مجتمعنا وخاصة على أطفالنا. هلا نحن مؤمنين بالفكره، طالما نحن مؤمنين فعم نقدم من قلبنا، يعني ان شاء الله يكون في توفيق، يعني طالما الانسان مؤمن بالفكره اللي عم يقدمها وعم يدافع عنها يعني. حلو. سيد هادي معلّي، حضرتك مدير علاقات عامه ضمن الفريق، قد ايه في طموح لتعامل مع مؤسسات خيريه ممكن اخرى، مع فرق تطوعيه اخرى؟ قد ايه هذا الشيء ممكن يساهم بانكم تعززوا دوركم اكثر ويصير هذا التعاون بروح جماعيه اكبر ضمن نطاق المحافظه؟ هو لا شك كتير شيء جميل انه احنا نتواصل مع فرق ونصب بنفس الهدف اللي بدنا اياه، هو العمل التطوعي الخيري، فكتير شيء حلو بيكون انه واحد يتواصل. ممكن بدي احكي يعني ممكن تفكروا انكم تتعاونوا مثلا بالمستقبل مع فئه ثانيه، مع يعني كثير نحن عم نشوف خاصه بالفتره الماضيه كثير من فعلا المبادرات التطوعيه الرائعه، مثل ما قلت في للتوحد، في مشفى تشرين لامراض السرطان، في كثير. قد ايه بنقدر نحن نتعاون مع هيدي المبادرات لحتى نشكل وحده متكامله ضمن المحافظه؟ اللي صار من فتره على صفحتنا على الفيسبوك فريق ارض القرموز تواصل معنا احد الجرحى الجيش، ف
فنحن ما عندنا اختصاص بهالامر. يعني بتعرف مثلا الجريح احيانا ممكن يحتاج لمعالجه فيزيائيه، نعم. بيحتاج لامور اختصاصيه لان احنا ما انا موجود عندنا. قمت بزياره انا وهذه لمؤسسه الوعد الصادق اللي حلو. هي بمشفى الوطني، المشفى الوطني. وحاولنا نفتح مثل بدايه تنسيق معهم للاشخاص اللي مثلا ممكن يتواصلوا معنا ان ناخذ تساعدوا. طبعا فهي نوع من الحالات اللي ولدت عندكم انتم روح التطوع ولا تقدموا الخير لهذا، اضافه انه هي الصبيه مثلا موجوده معنا من اللي بتشتغل بجمعيه التوحد. فنحن هلا حاليا طبعا اليوم للاسف المجتمع اليوم شوي بخاف انه اذا ابنه مصاب بمرض او فبيحاول يخبي، وهذا غلط. فنحن عم نحاول هلا شوي شوي بطريقة يعني بتساري الأهل أحيانا ما بيتقبلوا، في ناس لا بتقبلت كتير. فعم نحاول أنه مثلا نجمع الأسماء من خلال مقدرتنا ومن خلال المكان الجغرافي اللي نحن منغطيه، عم نحاول نجمع بعض الأسماء وناخذهم على تتفاعلوا معهم من خلال المجتمع عن طريق هاي الجمعيه المختصه يعني. ان شاء الله. هلا انتم عم تحكوا عن هيدي الجمعيات المختصه اللي عم تحاولوا انه تتشابكوا معنا تقدموا شيء تعاوني جيد مفيد للمجتمع. هلا بالمبادره اللي قمتوها بارض قرمز التطوعي عملتوها بالمدرسه، هلا قد ايه كان مهم تشاركيه المديريه التربيه بهذا الموضوع؟ قد ايه قدمت لكم الفائده لتعطوا النتيجه اللي انتم وصلتوا لها هلا، وخاصه انتم ما صلكم زمان انتم بلشتوا بهذا الموضوع؟ هلا ما بخفيك يعني الحمد لله بشكل عام توجهات الدولة كثير عم تساعد يعني وكثير في تسهيلات يعني ما الحمد لله ما في شيء موافقه نحن عم نطلبها الا عم تكون موجوده وجاهزه، وفي تعاون من كافه المديريات يعني لان بالنهايه كله عم يصب بخانه الوطن يعني. صحيح. وف يعني هن من عم نحاول انعاش الوطن من خلال اي مبادره، لانه هي مثلا مثل فسيفساء يعني هلا الجيش العربي السوري على مثلا شيء مقدس. صحيح. عم يقدي نحن لازم نكون رديفين للجيش العربي السوري، الجهود كلها لازم تتضافر مع بعض. صحيح. خاصه انه دائما انتم خلال مبادراتكم عم تسعوا لنشر فعلا ثقافه مختلفه، ثقافه جديده عند اطفالنا ممكن تعود لهم بالفائده. اللي بنرجع نحن لحوارنا عن اهميه عملكم خاصه انه هو بيتاز فعلا تطوع وتعاون مع مديريات أخرى وخاصة مديرية التربية وطلائع البعث، قديش هيدا بيعطيكم دافع وبنفس الوقت تسهيلات لحتى تقوموا بالمبادرة اللي أنتم حابين تقوموا فيها بأريحية؟ هلا بالنسبة بنحكي بس بشكل أخر، نحكي عن المبادرة اللي المبادرة بالمدرسة. مبادرة الإبداع الطفولي. هلا نحن مثلا نحن اول شيء بتطلع موافقه من فرع الحزب للمحافظه بتتحول على التربيه. الحمد لله كان في تسهيلات كبيره، بس بالتربيه بتعرفي انت منظمات الطلائع وهي فهي الى الاولويه باي مدرسه. صحيح. فهن شوي عارضوا الفكره لان ما عندهم فكره على الموضوع، ما عندهم فكره. فموجه المدرسه اول شيء عارض الامر صدقا يعني. بالاخير يعني السيد مدير التربيه يعني سهل لنا الامر الحمد لله. مشكور يعني جدا. ولكن حتى موجه التربيه اللي كان معارض وقت اللي اجى وشاف العمل اثنى على ارض الواقع غير وجهه نظره تماما. يعني اي مبادره انتم بتقوموا هلا فيها بتصير عندكم الاوكي لانه ان شاء الله بتصب لخدمه المجتمع وخدمه الاطفال. يعني هلا هو الانسان احيانا بيكون بخاف مثلا ممكن انه هي بالنهايه بناء حكومي مثلا ممكن عندهم تقديرات او حسابات ما، ولكن وقت اللي شاف العمل وشاف طبيعه العمل وشاف طبيعه الاشخاص القائمين على العمل اي تغيرت نظرته بشكل كامل واسنى يعني، حتى قال اي شيء انتم بتحتاجوه فنحن ان شاء الله بنكون. هلا انا يعني كنت بدي اسالك سؤال من اول حديثنا بمبادره ابداع الطفوله. هلا انتم حددتوا الفئات العمريه انه الاول والثاني هي بيكون عمرهم حساس وبدهم اقبال اكثر وبدهم مراعاه اكثر، والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. هلا كيف تتعامل انتم مع الاول والثاني؟ يعني كيف اي الخطوات الاولى انه كيف تعاملتوا معه الاول والثاني؟ اول شيء بدك خاصه ان الحساسين غير كل الفئات العمريه الثانيه. الصف الاول والثاني اول كم يوم كانوا بس لحتى يلفوا الشخص، يعني مثل ما بتعرفي دائما الاول الصف الاول متعودين على اهله، يعني اي حدا كائن غريب مثلا بعيد عن المعلمه او مثلا الاهل فهن شوي بخافوا. فكان اول كم يوم يعني بس ما لقيتوا صعوبه غير بكم يوم انتم ولا؟ هلا نحن كان لنا تجارب سابقه معهم يعني من خلال كان في دوره دعم نفسي بالصيف الماضي يعني. حلو. كانت بدايه الفكره. فكانوا في بعض الاساتذه بيقلفوهم هن، فوقت اللي اجوا على المدرسه
هل كم شخص اللي كانوا بالدورة السابقة أثروا على البقية فصار في تعاون وأريحية كبيرة. حلو. هلأ مشاريعكم أنتوا لقدام في شيء محضرينه؟ في شيء مبادرات هيك تصب بخدمة المجتمع؟ هلأ في بالشهر الثالث يعني هلأ نحن بتعرف مثل هلأ عطلة امتحانات يعني شوي مخففين من نشاطنا. حلو. بالشهر الثالث في عنا بطولة شطرنج رح تنقام، هي يعني نوع من التنمية العقلية رح تكون لكافة الفئات العمرية. حلو. للكبار حتى يعني هي مثل تعمل حالة اجتماعية وبنهاية حالة يعني الواحد فكرية بيحفز حاله على تشغيل العقل. وفي أمسية شعرية رح تنقام كمان بمدرج مدرسة الشهيد فراس غسان دالي. نفس المتطوعين ولا في بيدخلوا؟ طبعا هو الفريق واحد. فريق واحد. فريق واحد. ورح يكون في عنا معرض رسم كمان حيقام بالمكتب المركزي بجامعة تشرين بالشهر الثالث كمان. حلو. حيصب برسامين على مستوى عالمي ومحلي، وفي عنا الطلبة الفنون الجميلة العمارة كمان رح يشاركونا بالمعرض. إن شاء الله حيكون معرض موسع. نتمنى لكم التوفيق. هذا الجراوي هذا المعلم نورتونا، وإن شاء الله بتمنى لكم الأفضل لقدام بكل مبادراتكم اللي بتصب بخدمة المجتمع وخدمة وطننا بالنهاية. نحن بنفتخر فيكم ويعطيكم العافية. شكرا لكم. أكيد بدي أتشكر وجودكم الصباحي معنا، وأتمنى لكم التوفيق بخطواتكم المستقبلية بناء من أطفال الوطن إلى الشباب اللي عم تسعوا بالقدام للعمل.